أول حاجة مشاركة ديالنا في إيموراجي يعني إضافة لإيموراجي، ونتمنى والله تكون أن إضافة مزيانة، ونكونوا إحنا يعود كإضافة يعني إيموراجي ضافت حسن محسن يعني إضافة مزيانة، يعني بجوبينا نكونوا دخلنا على بعضنا بالخير. أول حاجة أي كوميدي كيتمنى ينضم لإيموراجي، لأن إيموراجي هو اللي كيب الكوميدي يعني المجموعة الكوميدية اللي مشهورة في المغرب وعنده صدى وعنده مشاهدة كبيرة. فلهذا احنا ككوميديين واصلا اختلاف الثقافات، يعني كاين الحمد لله بزاف ديال الدراري ديال الداخل وكذا وكذا، احنا من الشمال يعني تكون واحد النوع ديال الاختلاف اللهجات وكذا، نكونوا زعما مجموعين مع بعضنا، يعني تكون نعيشوا كوميديا فوق المسرح ومغاربة كاملين، فهمتيني؟ لا يمكننا نعملوا، ولا تفرضت علينا شي دور اخر من غير الشمالي نقدروا نعملوه، ولكن احنا الطابع ديالنا انتينا كتشوف تبارك الله شحال الكوميديين من الداخل، وحنا اللي شماليين نورمالمون، حنا خصنا نعطيو الادوار الشمالية، نوصلوا للهجه الشماليه، الناس اكادير شي حاجه بزاف بزاف الناس ما كيعرفوش من بعد الكلمات هذه يعرفوها، يعرفوها من طرف حسن المحسن ان شاء الله. احنا كان عندنا عرض وقدمناه في طنجة وفي تطوان، كان خصنا نقدموه ولكن اللي عيطنا طاليس قلنا زعما نبداو مع الدراري. ملي جاتنا هذه الفرصه ديال الإيموراجي قلنا يعني تجربه يعني اضافه في المسار الفني ديالنا، احنا ما مزروبينش بلاتي يعني احنا غادي